مبدئيا شكرا قناه دي فرانس وشكرا قناه اكس ام اف اكس علشان اشتركوا في القناه من الفيديو اللي فات وفعلوا زر الجرس وعملوا لايك للفيديو. هتلاقوا رابط قناتهم في اول كومنت. فيديو النهارده مختلف تماما لان هي خطوات بتعملها مره واحده وبتفضل تجيب لك فلوس باقي العمر، ولو عاوز فلوس اكتر يبقى بتنفذ الطريقه دي اكتر، وهفهمك يعني ايه نظام النقر التلقائي وازاي تبني نظام نقر تلقائي لنفسك يجيب لك فلوس باقي العمر. زي ما وعدتكم انا بقول افكار محدش قالها خالص في اليوتيوب، افكار حصريه ليا انا تماما في الاستراتيجيات، واسرار عند يوتيوبرز كتير بس مفيش حد بيرضى يطلعها، اسرار كتير جدا في مجال الربح من الانترنت وبسهوله وببساطه، تركات كتيره جدا محدش بيرضى يقولها بس انا بقولها لك في فيديوهاتي في قناتي، وكل يوم بقول لك استراتيجيه جديده وفكره جديده عشان تقدر تكسب فلوس من الناس. انت مش مشترك في القناه ومش مفعل زر الجرس انت اللي خسران، لان هتفوتك استراتيجيات كتيره جدا الفتره اللي جايه، فلازم تشترك في القناه دلوقتي حالا من الزر الاحمر تحت الفيديو اللي اسمه اشتراك او سبسكرايب، وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل الاستراتيجيات وكل الخدع الجديده في مجال الربح من الانترنت. وزي ما وعدتكم المره اللي فاتت بمجرد ما الفيديو ده يوصل 50 لايك هنزل استراتيجيه على طول جديدة. فلازم تنزل تعمل لايك دلوقتي، لو الفيديو ده ما وصلش 50 لايك مش هنزل استراتيجية جديدة، لازم توصلوا 50 لايك عشان افهم ان هو عجبكم الاستراتيجيات دي. الموضوع مش صعب خالص، لو كل واحد نزل عمل لايك دلوقتي هنجيب ال 50 لايك النهارده وهنزل الاستراتيجية الجديدة النهارده. ولو انت محترف في المجال الفيديو ده مش ليك، الفيديو ده للناس اللي عمرها ما مسكت دولار واحد من النت، النهارده ان شاء الله هساعدكم تمسكوا دولارات من الانترنت، الفيديو ده للمبتدئين تماما ومش للمحترفين. قوم بقى اعمل كوباية شايك ويلا بينا على الشغل الجديد. بس قبل ما نبدا صح نسيت اقول حاجه مهمه، الناس كلها عارفه ان انا بسيب لك كل اللينكات اللي احنا بنستعملها في شرح النهارده، انا مش بخبي عليك اسرار ولا ادوات ولا بقول لك عايز ادوات تيجي تكلمني وتدفعك فلوس، لا كل ادوات مجانا عشان خاطركم، فانزل اعمل لايك دلوقتي كل ادوات مجانا، ادخل على اللينك تحت الفيديو من غير اختصار روابط ولا اي حاجه، بتدخل على اللينك على طول دايركت. فيلا بينا نروح للكمبيوتر. طيب الموقع ده يا سيدي بيدفع لك 2 دولار على كل واحد من السعوديه، الجزائر بيدفع لها 2 دولار، الارجنتين 2 دولار، ارمانيا 11 دولار، مش عارف ايه 8 دولار، يعني هنحاول نلاقي مصر لو لقيناها. تمام مصر 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 بيدفع لها 2 دولار، فرنسا بيدفع لها 2 دولار، يعني بيدفع فرنج يعني بيدفع في حدود 2 دولار او احيانا 8 دولار كمان لعمان. طيب فكرة التسجيل في الموقع ده بسيطة جدا، وبتعمل عليه اكونت عادي جدا، بتيجي هنا من ريجستر بتحط اليوزر نيم بتاعك اللي هو اسم المستخدم اللي هتدخل بيه، الباسورد بتاعك وتكرر الباسورد كمان مره والايميل وانا لست ريبوت. طيب مش مهم خالص موقع اختصار روابط اللي انت بتتعامل مع اي موقع اختصار روابط، مش مهم موقع اختصار روابط اللي انت هتتعامل مع اي موقع اختصار روابط عندك لو انت بتثق في حاجه معينه او كده. طيب انا هدخل على الاكونت بتاعي. طيب يا جماعه انا سجلت في الموقع ده عادي جدا وده حسابي ودي ارباحي الفتره دي. المطلوب منك تعمل ايه؟ المطلوب منك تعمل صفحه لاندنج بيج، والناس اللي شغاله في السي بي اي هتفهم قوي يعني ايه لاندنج بيج، ودي الصفحه اللي هنبدا نبني فيها نظام النقر التلقائي. وزي ما قلت لك في بدايه الفيديو النقر التلقائي مش معناه تخلي الماوس يدوس مع نفسه، النقر التلقائي ده نظام او سيستم انت بتبنيه بيجيب لك نقرات باقي العمر مش بالماوس، دي هي اللي بتنقر على اللينكات. طيب ازاي بيحصل الكلام ده؟ تعال نشوف ازاي بيحصل الكلام ده. بتدخل على الموقع ده هتلاقيني برضو سايب لك الرابط بتاعه تحت الفيديو، لو انت تعرف تعمل لاندنج بيج اعمل، لو انت مش محتاج الشرح ده وبتعرف تعمل لاندنج بيج لنفسك اعمل اكيد، بس انا هستخدم الموقع ده في ان انا اعمل حاجه اسمها لاندنج بيج، وباجي هنا عند ساين اب فور فري عشان ابدا اعمل حساب او افتح حساب. تمام جدا، بس انا هستخدم مش بحب استخدم بريد الالكتروني بتاعي الاساسي، بس انا بشرح لكم على بريد الكتروني مش حقيقي. فلو انت عايز تسجل بالايميل على تويتر تمام، لو انت عايز تعمل اكونت جديد اعمل، بيقول لك حط الايميل ادرس اللي هو الايميل بتاعك، ولازم يبقى ايميل حقيقي لان هو يبعت لك عليه رساله تفعيل، وبعد كده بتحط باسورد ايا كان الباسورد تمام، وبعد كده بيقول لك ارفع صوره، بعد كده بيقول لك دوس ريجستر او تسجيل، كريتنج اكونت، ابلودنج ايميج تمام. فهو هنا بيجيب لك زي توتوريال يعني شرح مبسط ازاي تستعمل لاندنج بيج، الكلام ده ما يخصنيش في ولا حاجه، انا هفهمك دلوقتي كل حاجه انت محتاج تعملها. بيقول لك احنا هنا بعت لك رساله تفعيل عادي جدا زي ما تعمل اي اكونت، يعني لو بصيت هنا تلاقي ان هو بعت لك رساله تفعيل، لو ما جاتلكش ممكن تيجي هنا عند ريسند فيريفيكيشن ايميل وتلاقيه بعتها لك، هتوصل اهي وصلت تمام. بتبدا تدخل على تفعيل البريد الالكتروني باي دوت اف ام، بعد كده المفروض هيبدا يفعل لك حسابك على صفحة اللاندنج بيج دي تمام. دلوقتي صفحة اللاندنج بيج اتعملت زي الفل. تعالى بقى دوس هنا عند يعني هتلاقي كلمة اديت، هنا هتلاقي هنا الحاجات اللي هتبدأ تضيفها في اللاندنج بيج، بعد كده بتدوس هنا على تاب تو اد اكونتنت، هنختار لينكس او روابط، جت ات نكست
ده بيقول لك المنظر اللي هيظهر للعميل بتاعك او للناس اللي هتدخل على اللينك بتاعك. طب انا عايز ايه؟ انا ايه الفكرة اللي انا هعملها؟ برضو لسه ما فهمتنيش يا رامز. انا بشوف حاجة الناس محتاجاها، يعني مثلا انا اخترت ان 5 تمارين بتعملها علشان تطلع عضلات بطن، فانا مثلا هكتب 5 exercises for abs. دي حاجة ناس محتاجاها، يعني حاجة بيجي عليها بحث كتير. في ناس ممكن تدور على 5 تمارين تطلع بها عضلات البطن، دي مقالة جميلة جدا، هاخد العنوان بتاعها كده عادي جدا كوبي واروح هنا عند اد كوبي واحطها هنا عند اد يور تايتل. فده العنوان اللي هيظهر للناس لما تيجي تدخل على اللينك بتاعك. طيب تايتل، انا مثلا هنا بتكلم عن التمرين الاول علشان اطلع عضلات البطن. طبعا الكلام ده حتى لو انت مش بتفهم انجليزي، باخد مثلا التمرين الاول البلانك، باخده كوبي واحطه هنا بس. فانا هنا بقول له لو انت عايز تعرف تمرين البلانك دوس على الرابط ده. طيب ثانيه واحده، هنحط له التمرين بجد. بندخل بعد كده لحاجه اسمها جوجل دوكس، او يعني مستندات جوجل. بندخل على جوجل دوكس، بنبدا نعمل مستند جديد، علامه الزائد اللي هنا دي. فبعد كده بحط له ان التمرين الاول اللي هو البلانك. انا خلاص كتبت له ان التمرين الاول اسمه البلانك. تعمل التمرين ده ازاي؟ بتاخد النص ده كده كوبي، وعشان الموضوع يبقى اكثر احترافيه كانك انت اللي عامل الكتابه دي او انت اللي عامل الموضوع ده بالظبط، تيجي انا عند الموقع ده هتلاقيني برضو سايب لك اللينك بتاعه تحت الفيديو، اسمه سبين بوت. بتحط فيه اللينك كده، بعد كده بتعلم هنا انك مش روبوت، بعد كده بتستنى لغايه ما يعمل علامه صح، بعد كده بتدوس على جو رايتنج تكست. ده النص اللي هو تم اعاده كتابته بطريقه احترافيه، وهو كده حصري بنسبه 100% ليك انت، كانك انت اللي كاتب الكلام ده مش ناسكو. بتاخده كوبي بتروح هنا عند المستند ده كده لصق بس زي الفل. بتدوس بعد كده على مشاركة، بتاخد هنا الحصول على الرابط القابل للمشاركة، وتقوم راجع تاني للموقع بتاعنا، وتقوم راجع تاني لموقع اختصار الرابط، ايا كان موقع اختصار الرابط اللي انت بتستعمله، وتقوم مختصر الرابط في الموقع ده. يعني لو انت عايز تسجل منه هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعه تحت الفيديو، بتحط اللينك بتاعك هنا وتدوس على شورت، بتلاقي ده الرابط بتاعك، تاخده كوبي بترجع تاني ده بعد ما اختصرناه طبعا يا جماعه، بعد ما اختصرنا التدوينه دي بتدوس هنا تحطه هنا كده بيست، وده التمرين الاول. خلاص انت كده خلصت من التمرين الاول. اول ما تدي الراجل اللينك هيظهر لك بالمنظر ده، ويقول ان انت عندك 5 تمارين، التمرين الاول تدوس كده فيقوم يدخله على رابط مختصر، التمرين الثاني اسمه كذا كذا تقوم يدخله على رابط مختصر. تعالى نعمل واحده ثاني كده بسرعه، التمرين الثاني مثلا اهو كوبي، نرجع تاني نعمل مستند جديد، نرجع هنا نيجي نعمل هنا عند مستند جديد برضو نفس الطريقة، نحط العنوان بتاعنا عنوان التمرينة لصق، بعد كده نقوم واخدين النص نعمل له إعادة صياغة من سبين بوت، نحطه هنا كده نمسح القديم ده، هيعمل لك النص اللي انت عملت له إعادة صياغة اهو، ده النص الجديد ناخده زي ما هو كده كوبي بيست، ونروح عند المستند نحطه كده لصق، وبعد كده ندوس على مشاركة، نسميه اي اسم طبعا او نسميه الاسم بتاع التمرين التاني يفضل، بعد كده ناخد اللينك كوبي، وبعد كده نرجع تاني لموقع اختصار الرابط، نرجع هنا تاني عند هوم، نحط هنا الرابط المختصر، ندوس شورتن، ناخد اللينك بعد ما اختصره، ونرجع تاني لنحط اد مور لينكس، ونحط اللينك بتاعنا هنا، وطبعا نسينا ناخد اسم التمرينه، ده التمرينه التانيه، ونحط له طبعا. الفكره هنا بقى ان انا دخلت الزائر بقول له ان انت عندك 5 طرق او 5 تمارين تكمل طبعا التمرين، ده التمرين الاول ده التمرين الثاني، وتحط تمارين كتير، كل تمرين من دول بيدوس عليه هو كده يقوم فاتح له لينك مختصر زي ما انت شايف بالمنظر ده. وبالمنطق كل ما تحط لينكات اكتر او تمارين اكتر، انا بقول لك الفكره مش لازم تبقى تمارين بطن، ممكن تبقى اي فكره تيجي في دماغك، وكل ما تحط لينكات اكتر كل ما هتقدر تكسب اكتر، دي اكيد. طيب انا عملت اللاندنج بيج بتاعتي يا رامز، هكسب فلوس ازاي؟ يعني انا هكسب منها فلوس ازاي؟ تمام انا عملت كل حاجه، وهجيب زوار ازاي؟ هنجيب الترافيك ازاي؟ نجيب الترافيك ازاي؟ دي التركايه بقى، فتعالى بينا نشوف التركايه. اول حاجه تعالى نعمل اللاندنج بيج بتاعتنا، دي خلاص اللاندنج بيج بتاعتنا، بدوس هنا على بابلش. اي حد هيدخل على اللاندنج بيج بتاعتك، تعالى كده ندخل على نجيب متصفح خفي نشوف بتظهر ازاي للناس اللاندنج بيج بتاعتنا. فاللاندنج بيج بتاعتنا المفروض ان هي تظهر للناس بالشكل ده، طبعا ده متصفح خفي للناس اللي مش عارفه، فالمفروض ان هو مش مسجل اي بياناتي ولا عليه باسورد ولا اي حاجه. اللاندنج بيج هتظهر للناس بالشكل ده، يما هو دايس على التمرين، انت بتقول له في عندك 5 تمارين بيطلعوا لك عضلات بطني، يقوم دايس على اي واحده من دول يشوف التمرين الاولى، يفتح له المنظر ده
اللي هو يعدي على اعلانات. فكرة اختصار روابط يا جماعة، باختصار انت بتدي الزائر معلومة مقابل ان هو يعدي على اعلانات بس، فهو يتخطى الاعلانات دي وبعد كده بيدخل على الشيء اللي انت عايز تقدمه له. المهم ان هو في كل واحدة من دول يعدي على اختصار روابط، وده مش فيديو شرح اختصار روابط، ده فيديو وشرح تركاية كده. المهم بعد كده عايزين نجيب ترافيك، وريتك ازاي هتظهر للناس. عايزين نجيب ترافيك، ترافيك بقى بندخل على انستجرام. هنجيب ترافيك من انستجرام ازاي؟ هنجيب ترافيك من انستجرام يا رامز، تعالى بينا نشوف. اكتب هنا انستجرام، المهم لازم تشترك في القناه دلوقتي وتعمل 50 لايك عشان الاستراتيجيه الجديده تيجي. لو ما عملتش 50 لايك للفيديو الاستراتيجيه الجديده مش هتنزل، ولازم تشترك في القناه وتفعل زر الاشعارات. يلا بينا نشوف. هتعمل بيج معينه وتخصصها للنيتش اللي انت هتشتغل عليه. يعني انا هنا مثلا في الشرح بدي لك مثال، واتكلمنا ان انا هعمل نيتش عن تمارين عضلات البطن. انت تعمل نيتش تخصصه لحاجه واحده بس، وتقوم حاطط عنوان البيج بتاعتك على الانستجرام وصوره لها علاقه بالنيتش طبعا، وتقوم جاي هنا عند ايديت بروفايل وتحط هنا في الويب سايتس اللينك بتاعك وتحط البايو مثلا. هنكتب هنا، تقوم حاطط هنا في البايو ان 5 اكسرسايز فور ابس، وتحط كده اللينك طبعا بتاع الخمس تمارين. حلو جدا، وبتدوس بعد كده على سبميت، وده معناه بمجرد ما اي زائر يدخل بيشوف اللينك بتاع البايو بتاعك، بيعدي بيدخل على البايو بتاعك، وبالتالي بيبقى عايز يشوف التمارين فبيدوس ويعدي على الروابط المختصره بتاعك. وده نظام الاوتو كليك او نظام النقر التلقائي. انت بتعمل بيج بيجي لك عليها نقرات باقي العمر عشان يشوفوا تمارين البطن. بس السؤال هنا، انا اجيب فولورز ازاي وهجيب ناس ازاي تدخل على البروفايل بتاعي؟ دي حاجه مش صعبه. اوقات كتير لو انت معاك انستجرام بتلاقي ناس عامله لك فولو، في ناس عامله لك لايك على صور بس انت ما تعرفهاش. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل التركيه اللي انا اقولها لك دلوقتي. انا مثلا هكتب هنا ويت هاشتاج ويت لوس، فبتلاقي ناس كتير قوي بتلاقي منزله صور عن ازاي تخسر دهون وازاي تعمل عضلات والاكل. يعني مثلا دي واحده كاتبه لك ان كنت ايه وبقيت ايه، فانت لو دخلت على صورتها مثلا بتلاقي ان، يعني خلينا نجيب حد مشهور شويه، يعني مثلا الصوره دي جايبه 34 كومنت، بتلاقي في ناس كتير عامله لها كومنتس. طيب نعمل ايه؟ بتعمل لاف 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 لاف. طب انت عملت لاف، الناس دي اول ما تفتح الانستجرام تقول ايه ده، في نوتيفيكيشن جايه لي، مين النوتيفيكيشن ده؟ تقوم داخل على البروفايل بتاعك، داخل على البروفايل بتاعك تقوم تلاقيك ايه ده، انا الشخص ده كان مهتم اكيد بالتمارين او ان هو يخسر وزن. ايه ده، ايه اللينك ده؟ كاتب له خمس تمارين انك تخسر بيها، كاتب له خمس تمارين انك تعمل بيها عضلات بطن، يقوم داخل على اللينك ده. ايه يا ترى الخمس تمارين دول؟ يدخل يشوف كده اللاندنج بيج بتاعتك، هتظهر له بالمنظر ده. تمام، يشوف البلانك، عندك خمس تمارين، ايه يا ترى التمرين ده؟ اوب، يقوم داخل على اللينك بتاعك، تقوم ظهر له الاعلانات، وبالتالي يعدي على اعلانات بالشكل ده، وبالتالي انت بتكسب منه فلوس. لازم طبعا تبدا تنزل صور، تشغل الاكونت ده عشان الصور دي بتظهر للناس على الانستجرام، ولو الصور دي عجبت ناس انت بالتالي بتجيب فولورز اكتر. طب اجيب يعني انزل صور منين؟ ممكن تدخل على اي موقع من بتوع الصور الفري عشان ما يبقاش عليها حقوق طبعا ونشر. بس لو انت مثلا عايز صوره او اي صوره من الصور دي، انا مثلا عايز صوره الاكل ده فاقوم عايز احملها، اعمل ايه؟ بدخل على موقع اسمه داونلود، سيب لك طبعا اللينك بتاعه. بتدخل على الموقع ده عشان تحمل الصوره، تقوم واخد لينك الصوره كده كوبي، تروح للموقع ده هنا، تروح الموقع ده هنا كده بيست داونلود داونلود ايميج، تلاقي الصوره نزلت معاك هنا، هتلاقي الصوره نزلت معاك بقى بكواليتي عالي جدا جدا طبعا. وزي ما انتم شايفين الصوره نزلت معاك بكامل الكواليتي بتاعتها. طيب وانا ليه ما عملتش كليك يمين سيف از؟ ما عملتش كليك يمين وسيف از لان هي مش هتنزل معاك غير بصيغه الويب بيج، وبالتالي مش هتقدر تنزلها تاني. بتعمل لها ري ابلود، يعني بتعمل لها اعاده تحميل عندك على الموقع، وبالتالي بتقدر تكتب عليها بقى هاشتاج ويت لوس او هاشتاج اكسرسايز فور اي بي اس او ابس ايا كان اسمها، وبالتالي بتجي لك ناس وفولورز اكتر، بتحط لينكات مختصره اكتر، تمارين اكتر، بتكتر بقى وبتركز في النيتش ده، وده هيبقى البيزنس بتاعك الفتره الجايه. في كام نقطه بقى عايز اقولهم قبل ما نخلص الفيديو بتاعنا. رقم واحد، انت لازم تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو عشان تتابع بقيه التركات والاستراتيجيات اللي جايه، عشان نازله حاجات تقيله ما حدش قالها غيري في الوطن العربي. فلازم تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، لان بمجرد ما يوصل الفيديو ده ل 50 لايك انا وعدتكم ان انا
هكثف مجهودي وهنزل فيديوهات اكتر. النقطه الثانيه بقى وهي انه ما ينفعش تشتغل على نفس النيتش كلكم، لازم كل واحد يختار نيتش ويشتغل عليه. يعني انا اتكلمت مثلا عن التمارين، ما تجيش انت تتكلم عن التمارين زي غيرك، لازم تتكلم عن حاجه جديده غير التمارين، اتكلم عن الاكل، اتكلم عن التكنولوجيا، اتكلم عن التليفونات، اتكلم عن اي حاجه غير التمارين. ما ينفعش يا جماعه كلنا نشتغل في التمارين كده احنا هنوقع بعض. لازم يبقى ليك يعني ابداعك في المجال، لانك لو رحت قلدت حد هتلاقي الناس كلها داخله في نفس النيتش، فبالتالي انت مش هيجيلك فولورز وبعد كده تيجي تشتمني انا وتقول لي انا كذاب. لا، انت كلكم اشتغلتوا في نفس الشغلانه، فالناس هتدخل عند مين ولا مين. اخر حاجه بقى، الموضوع هياخد شويه وقت ومحتاج تدخل على الكومنتس كتير وتعمل لايك كتير لناس كتير عشان يجيلك فولورز كتير، وموضوع هياخد شويه وقت. ما تنساش تعمل كومنت عشان اقول له اسمك الحلقه اللي جايه، ودي كان شرحنا النهارده. لو عجبك اكتب لي في كومنت. ما تنساش تعمل كومنت عشان اقول اسمك واحط اللينك بتاع قناتك الفيديو اللي جاي. والى اللقاء في حلقه جديده من حلقاتنا، انتظروني في الاستراتيجيه اللي جايه، والى اللقاء.